بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتحية طيبة ملؤها التقدير والحب والاحترام لطلاب الأعزاء، طلاب دبلوم المحاسبة في الكلية الجامعية. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله جميعا في محاضرتنا والتي تأتي في الفصل الرابع من مساق المحاسبة الحكومية، واستكمال صراحة لي المحاضرة السابقة التي تحدثنا فيها عن الموازنة ومفهومها وقواعد إعدادها، وأيضا تحدثنا عن كيف يتم تقديرات الموازنة، تقديرات الإيرادات والنفقات. تعرفنا على طرق تقدير الإيرادات والنفقات، وقلنا أن هناك 4 طرق للتقدير وللتوقع، هي طريقة التقدير المباشر، وفي طريقة التقدير التاريخي، وطريقة المتوسطات، وفي الطريقة الرابعة وهي طريقة الدورات الاقتصادية. اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة سنتعرف على دورة الموازنة العامة، طبعا المقصود فيها دورة إعداد الموازنة العامة بمراحلها المختلفة، تمام، من عند الإعلان عن البدء في إعداد الموازنة وإصدار بلاغ الموازنة حتى موضوع اللي هي التنفيذ والرقابة والتقييم وما إلى ذلك. تمام، احنا الان نتحدث عن مراحل بتمر فيها الموازنه العامه للدوله من بدايتها حتى الانتهاء من اعداد الحساب الختامي. واحنا طبعا تعرفنا في المحاضره السابقه ايش هو الحساب الختامي، اكيد فاكرين يا شباب. الحساب الختامي هو حساب يشبه قائمه الدخل في الشركات، يوضح كل الحسابات تاعت الشركة أو تاعت الحكومة عفوا من إيرادات ونفقات بشكل فعلي، ما تم تحصيله فعلا وما تم صرفه فعلا، وهو انعكاس للأرقام التي وردت في الموازنة. لكن الفرق بينه وبين الموازنة أن الموازنة تقديرية وهو أرقامه فعلية. هان بتمر دورة الموازنة في 3 مراحل. المرحلة الأولى، طبعا الشباب على طول واحد منكم سأل الاستاذ طب احنا الموازنه العامه في فلسطين بتمر بالمراحل هذه؟ يا استاذ بتمر بالمراحل هذه، وحنتعرف ان شاء الله في هذه المحاضره عن دوره اعداد الموازنه في فلسطين. يبقى احنا قلنا بتمر دوره الموازنه العامه بشكل عام ب3 مراحل. اول مرحله هي مرحله الاعداد، اعداد الموازنه العامه. هذه المرحله بتتولاها السلطه التنفيذيه، ممثله مين؟ ممثله في وزاره الماليه ووزارتي التخطيط والاقتصاد، بحضروا لاعداد الموازنة. طبعا احنا كإدارة للعملية الإدارية في موضوع النمادي وغيره بيكون في موضوع وزارة المالية. تمام، تبدأ هذه المرحلة بإصدار تعليمات إعداد الموازنة ونماذج التقديرات لها، مرورا بإعداد التقديرات من قبل الوحدات الحكومية وإرسالها لوزارة المالية اللي بتقوم بدراستها ومناقشة تفصيلاتها مع الجهات صاحبة المشروع. تمام، ومن ثم يتم إقرارها من السلطة التنفيذية ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. يبقى الآن وزارة المالية بتصدر التعليمات بسموه إعلان بلاغ الموازنة، بتبدأ كل جهة تقدر إيراداتها ونفقاتها، كل وحدة حكومية. بعدك بتبدأ وزارة المالية باستلام الردود وفق النماذج المعممة على الدوائر والوحدات الحكومية. طبعا بيصير الترتيب كالتالي، انه كل وزاره فيها مجموعه دوائر، كل دائره فيها مجموعه اقسام، عندك دائره او مديريه بسموها احيانا، اذا في شيء اقل من القسم ممكن تسميه وحده، كله بيبدا يجمع من اسفل لاعلى، وصولا انه والله يصير عندي مثلا بحث عن وزاره الداخليه، مثلا وزاره الداخليه فيها الشق المدني وفيها الشق العسكري، في الشق المدني في عندك الأحوال المدنية، في الجوازات، في إقامات الشؤون الأجانب، في قسم الصيانة وهكذا. تمام، وكذلك في الجانب العسكري، وبتبدأ أنت تجمع وصولا أنك تصل لأنه وزير الداخلية يعتمد الموازنة تحت الوزارة ويرسلها لوزير المالية، تمام، عشان تبدأ تدقق وتراجع فيها. يبقى وزارة المالية بتبدأ بعدك تراجع وتناقش التفصيلات مع الجهات صاحبة المشروع، معنى في بند حطه وزارة الداخلية، بنرجع لوزارة الداخلية حتى نتناقش معهم في بعض التفاصيل إذا كان الأمر مستدعي. في عندنا مشروع كان مقترح من وزارة الصحة مثلا لإنشاء مثلا قسم معين أو عمل حملة معينة أو عمل تطعيم معين مثلا ضد وباء كورونا مثلا أو ضد الإنفلونزا مثلا، تمام، فبرجعوا لهم عشان ناخذ منهم بعض التفاصيل
انه بعدك بتصير وزارة المالية هي المسؤولة عن هذه الموازنة ومتابعة تنفيذها، لكن ما بنفع انا كوزارة مالية انه انا خلاص اخذ ابصم على طول لما هو جاء او لما ورد في التقديرات تاعت الوزارات. بعد هيك بتقوم بعد ما يناقشوها وزارة المالية مع كل الوزارات والوزراء، بيتم قرارها من السلطة التنفيذية اللي هي بين قوسين الحكومة، وبرفعوها لمين؟ لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. تمام، هيك خلص إعداد الموازنة. بعد هذه النقطة بتروح لوين؟ للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتماد. تمام، يبقى خلص الحكومة الآن قدمت خطتها للسنة القادمة اللي هي بين قوسين الموازنة العامة، تمام، استنادا إلى قانون تنظيم الموازنة العامة، هذا قانون وضعه التشريعي، واستنادا إلى الإجراءات والنماذج المعممة. تمام، بعد هيك بقوم اللي هو مجلس الوزراء بيعرض موازنته على مين؟ على السلطة التشريعية اللي هي على المجلس التشريعي. وطبعا هذا المجلس التشريعي بياخذ وقت كافي لدراسة الموازنة من حيث التقديرات ومن حيث المبالغ ومن حيث التوجهات الحكومية، من حيث الزيادات في جانب والخفض في او الانخفاض او التقليص في جانب اخر، وبناقش الامور بند بند، والامر صراحة بياخذ وقت، وممكن تصل لمرحلة انه التشريع يرفض هذه الموازنة او يطلب بتعديلات عليها، وهذا حقه، لان السلطة التشريعية هي التي تنوب عن الشعب، وهذه هي مال، ومال الشعب هي المال العام اللي فعلا مؤتمن عليه السلطة التشريعية، واللي لازم تكون متأكدة ومتيقنة تماما أن هذه الأموال اللي بتقوم بتحصيلها وإنفاقها الحكومة تشبع وفق القانون من المكلفين، تمام، دون إثقال أعباء المكلف، وأيضا تنفق في أوجه الإنفاق اللي بتخدم المنافع العامة مش المنافع الشخصية. طبعا التشريع بيقوم بمناقشة ودراسة تحليل وتقديرات الموازنة من قبل لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض، تمام، ومن ثم مناقشة المشروع مع وزارة المالية، وبعد استكمال أي تعديلات إن وجدت تقوم السلطة التشريعية بالمصادقة عليها ليصبح مشروع الموازنة قانونا ملزما للسلطة التنفيذية من بداية السنة المالية. يبقى الآن بتمر فترة إنه بس تخلص أو بعد ما تخلص وزارة المالية في إعداد الموازنة، بياخذ الموضوع وقت من السلطة التشريعية للنقاش والاعتماد والتعديل والرفض والرد والأخذ والرد وما إلى ذلك. بالآخر إذا تمت الموافقة يصبح هذا قانون ملزم ويبدأ العمل فيه من بداية السنة المالية. طبعا في بعض الأنظمة السياسية الحاكمة بعد التشريع مرات بيكون في عندك الرئيس هو كمان بيصادق على الموازنة، لكن هذا الأمر بيعتمد حسب النظام السياسي الموجود في البلد. يعني احنا عندنا بعد ما صادق التشريعي بتروح الموازنة للرئيس حتى يعتمدها، لكن حاليا للأسف لأنه في عندنا انقسام، ففيش عندنا إجراءات موازنة، يعني بيعمل موازنة طوارئ هم في غزة، في الضفة بيعمل موازنة هي وزارة المالية لكن بيعتمدها الرئيس، لأنه فيش عندنا تشريع، يعني نظرا للانقسام، يعني ما بنعقد التشريع لأنه في عندنا انقسام. بعد ما تم الاعتماد يكسر القانون، المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ والرقابة والتقييم. تبدأ هذه المرحلة من بداية السنة المالية، حيث تصبح الموازنة واجبة التنفيذ، أنا قلت القانون قبل شوية. تقوم دائرة الموازنة، طبعا هي دائرة مهمة في وزارة المالية، بإبلاغ كل وحدة حكومية بموازنتها. طيب أستاذ ليش؟ قلنا اللي وضع التقديرات هي الوحدات الحكومية، فبيجي مثلا وحدة أو دائرة التأمين الصحي قالت إحنا عندنا والله طالبين كذا كذا، بنعمل تأمين صحي مجانا للعمال، تم الاعتماد، تفضل، بلغوهم إنه تم الاعتماد. والله مثلا وزارة الصحة مثلا قالت إحنا بنعمل تطعيم لكل المواطنين على حساب وزارة الصحة، تأمين مثلا أو تطعيم ضد الإنفلونزا عشان فصل الشتاء عشان موضوع كورونا، والله لا الـ 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 مثلا وزارة الصحة رفضت الموضوع، أو عفوا ما تم إقرار هذا الموضوع في موازنة الدولة، يعني كل واحد يتطعم على حسابه مثلا، يعني تمام، وهكذا. فبيبلغوا كل وحدة بالموازنة المعتمدة لها عشان يبدأ إيش التنفيذ بإصدار ما يعرف بالأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية الشهرية، حيث تقوم الوحدات الحكومية بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات. بيبدأ إيش الشغل، بنبدأ نحصل الإيرادات، بنصرف نفقات،
في جهات رقابية داخلية من الوزارات نفسها بتراقب، وزارة المالية بتراقب، المجلس التشريعي بيراقب، لأنه هذا قانونه، هذه خطته صارت تمام، لأنه هو إيش صار معتمدها، ما بيقدرش يقول لا أنا ماليش دعوة، هذه الحكومة اللي حطت الموازنة. طب ما أنت اعتمدتها وصدقت عليها، فطالما أنت اعتمدتها وصدقت عليها يبقى أنت راضي عنها، ملتزم فيها، وبدك تراقب على تنفيذها وتقيم أداء التزام أو أداء الحكومة ومدى التزامها في تنفيذ القانون اللي انت اعتمدته، لانه عدم احترام للقانون اللي انت اعتمدته معناه انه ما ايش مش معتبرينك اساسا يعني. لكن في الدول المحترمه لا، بيجي الكونغرس الامريكي مثلا، بيجي مجلس الشيوخ، مجلس النواب، بيسائل وزير الماليه، بيسائل وزاره وزير الخزانه، وبقولوا انت ما التزمتش هان وما التزمتش هان، ممكن يعاقب، ممكن حتى يفصله او يطلب منه حد بالثقه ويستبدله بوزير ثاني تمام. لان هان استاذ ورد مصطلحات من قبيل الأوامر المالية العامة والأوامر المالية الخاصة والحوالات المالية الشرعية. إيش هذه يا أستاذ؟ قلت حنشوف يا أستاذ، استعجلش. الآن إيش الأمر المالي؟ الأمر المالي يا شباب، الأمر المالي نوعين طبعا، هذا في أمر مالي عام وأمر مالي خاص. الأمر المالي هو تفويض من وزارة المالية للوحدة الحكومية بالإنفاق من المخصصات المعتمدة تمام؟ يعني انت الان تم اعتماد مثلا مبلغ للمحروقات لوزاره الداخليه في الموازنه، طب يعني اعتمد يعني نصرف على طول؟ لا، لازم يجيك امر مالي، طبعا انا حنشوف ايش انواعه، من وزاره الماليه بفوضك انك تنفق من المخصص تاعك تمام. بعطيك بالموافقه انه احنا موافقين تصرف، مش القضيه انه والله خلاص تم اعتمادي اصرف يا ولد وخذ راحتك، لا، لازم يا تاخذ تفويض من خلال الامر المالي العام من وزير الماليه للانفاق من مخصصاتك المعتمده في قانون الموازنه. الان الاوامر الماليه بتنقسم يا شباب لقسمين، في الامر المالي العام وفي الامر المالي الخاص. الامر المالي العام اسمه عام، هو تفويض من وزير الماليه للوحده الحكوميه بالانفاق من مخصصات نفقاتها الجاريه المعتمده في قانون الموازنه، زي ما تو حكيت قبل شوي. لكن هذا ايش؟ للنفقات الجارية، هذه إخوانا أهم نقطة في البنك. ليش؟ نفقات جارية يعني نفقات تشغيلية زي الضيافة والمحروقات وما إلى ذلك من نفقات، والقرطاسية ومصاريف الهاتف وغيره 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 وغيره، هذه نفقات جارية تمام. طب إيش مميز الأمر المالي العام؟ هو يتم تنظيمه مرة واحدة خلال العام. أنا والله بدي أتحدث عن مصاريف المحروقات، بعطيك أمر لمرة واحدة طول السنة. ينظم من قبل دائرة الموازنة في وزارة المالية، يتعلق بالنفقات الجارية فقط. يبقى هو بنعمل لسنة من قبل دائرة الموازنة، يتعلق بالنفقات الجارية زي ما حكينا فقط، ويصنف حسب تصنيف البيانات الموازنة المتعلقة بالنفقات الجارية تمام. قيمته مساوية لإجمالي النفقات الجارية المعتمدة وين؟ في الموازنة. يعني والله أنا مثلا عندي بند الضيافة لوزارة مثلا الصحة، أنا حاطط بند ضيافة مثلا 2 مليون شيكل، قيمة الأمر المالي العام بتساوي 2 مليون شيكل حسب المعتمد. الأمر المالي الخاص هو تفويض، انتقلنا للثانية، الأمر المالي الخاص، الأمر المالي الخاص هو تفويض من وزير المالية لمين؟ للوحدة الحكومية بالإنفاق، ما تغيرش حاجة، من مخصصات نفقاتها الرأسمالية والتطويرية. فوق ايش كان في الأمر المالي العام؟ الجارية. ها نفقات رأسمالية وتطويرية، يعني زي ايش أستاذ؟ زي مبنى، زي شارع، زي مدرسة، زي منتزه، زي مستشفى، بتحكي عن شيء رأسمالي تمام، أو تطوير، بدنا نشتري مثلا حواسيب، بدنا نشتري مثلا سيارات للحكومة، هذا كله بده أمر مالي خاص. يعني لازم تاخذ تفويض لهذا البند، إنه لا مانع نفوضكم تبنوا مبنى، ما مستشفى، نفوضكم تشتروا سيارة، نفوضكم تشتروا حواسيب تمام. هو بخص النفقات الرأسمالية يتم تنظيمه لأكثر من مرة خلال العام حسب الحاجة. بدنا نشتري سيارة، أعطيهم موافق، نشتري حواسيب موافق، نبني نغابق لرب الوزارة موافق. يقوم بدين تنظيمه حسب الحاجة أكثر من مرة خلال السنة. ينظم من قبل الدائرة أو الوحدة الحكومية ذات العلاقة، هي اللي بتنظمه، يعني هي اللي بتطلب، يعني الجهة المحتاجة هي اللي بتطلب، مش دائرة الموازنة. أنا والله كوزارة الصحة بدي أعمل طابق مثلا في مستشفى الشفاء، أبغى أطلب تمام. يتعلق بالنفقات الرأسمالية والتطويرية، قيمته تتحدد حسب نسبة إنجاز المشاريع الحكومية وحسب المستخلصات المقدمة من المتعهدين والتي تم الموافقة عليها تمام. إيش يعني نسب الإنجاز؟ يعني والله مثلا ببني مثلا مبنى، فبقسم المبنى إلى مراحل إنجاز، في طابق أول، ثاني، ثالث وهكذا، أو ثلاث مراحل، خمس مراحل.
حسب المستخلصات. طبعا المستخلصة دي كلمة بيستخدموها المهندسين بالذات اللي بيشرفوا على المباني، تعمل مستخلص للمقاول، اقول لك انه والله هذا المبنى ان انجز منه مثلا 30%، 30% كلفونا 1 2 3 4 10، فبيتم رفع المستخلص وبناء عليه بيتم السقف. وبتنفذ الاوامر الماليه العامه من خلال قيام وزاره الماليه باصدار حوالات ماليه شهريه قيمتها 1 على 12 من قيمه المخصصات المعتمده للدائره الحكوميه من نفقاتها الجاريه. طبعا هذه خوانا خمسه في خطا، بس هذا مش خصائص، هذا بشكل عام هو بيحكي فوق، هذا خاصه بالامر المالي العام. هذا ننتبه مثلا خطا مطبعي. يقدر ينفذ الاوامر الماليه العامه من خلال قيام وزاره الماليه باصدار حوالات ماليه شهريه قيمتها 1 على 12 من المخصصات تمام المعتمده للدائره الحكوميه في نفقاتها الجاريه. يا شباب ايش انا الان سمحت لك تصرف في النفقات الجاريه تمام، طب بدي مصاري، بعمل لك حواله ماليه شهريه قديش قيمتها؟ 1 على 12. اذا انا بصدر كل شهر حواله ماليه شهريه قيمتها 1 على 12. يعني مثلا انا والله لو معتمد لك مليون او 200 الف شيكل على مدار السنه للمحروقات، بعطيك حواله ماليه كل شهر بمبلغ وقدره كم؟ مبلغ وقدره 100 الف، 100 ألف، 200 ألف، 300 ألف، وهكذا تمام. إيش المقصود بالحوالة المالية؟ هي المبلغ الحوالة أو المبلغ اللي بيتم تحويله من وزارة المالية إلى الوحدة الحكومية أو الدائرة الحكومية للصرف النفقات الجارية. والحوالة المالية الشهرية هي بتكون تتبع الأمر المالي العام. الآن جينا للنقطة الأخيرة في محاضرة اليوم، وهي مراحل إعداد موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. طبعا احنا اخواننا يا شباب بنقول انه احنا مع الأسف في عندنا وضع سياسي في انقسام، وبالتالي احنا نتحدث هان في وضع مرتبك نوعا ما. ليش؟ لأنه في الضفة الغربية بتم عمل التقديرات وبيشتغلوا موازنات وغيره، لكن بيعتمدها الرئيس. حصة غزة بيكون فيها، أو قطاع غزة حصة مش فيها مشاكل، فيها بعض الإجحاف، فيها بعض التقصير، لأنه مش كل النفقات التشغيلية بتتحول لغزة، هم بس بغطوا لغزة نفقات الرواتب تمام، مو حتى مش كل نفقات الرواتب، لأنه في موظفين كثير تعينوا هان من الحكومة في غزة. أيضا بعض النفقات التشغيلية البعض منها بتحول من رام الله، لكن أغلبها بتم تغطيتها من غزة. في غزة هان عندنا أيضا مشكلة إنه ما فيش حكومة بالمعنى الحقيقي، في لجنة، يعني لجنة إدارية بسموها تقريبا، أو لجنة عمل، أو لجنة العمل الحكومي. بالإضافة لنقطة مهمة إنه برضو في غزة التشريع اللي بيقعد هو فقط كتلة التغيير والإصلاح، فبالتالي لا يعتبر تشريع بالمعنى الحقيقي، لأنه ما فيش في كل الأعضاء وكل الكتل البرلمانية بتكون حاضرة، لكن هو فعلا منعقد كجلسات مجلس تشريع، لكن بحضور فقط الكتلة من كتلة التغيير والإصلاح. هل بتم عرض فعلا موازنة كاملة على مستوى القطاع؟ طبعا لا، ما بيقدروش، لأنه للأسف أنت بتحكي عن وضع فيه مشكلة تمام. جزء كثير أو كبير من إيرادات غزة بتروح للضفة، زي إيرادات المحروقات، ضريبة القيمة المضافة على المعابر المقاصة، ضريبة البلو، ضريبة الجمارك على السيارات وما إلى ذلك تمام. أيضا ضرائب الدخل على الشركات الكبيرة، وضريبة القيمة المضافة على البنوك وعلى شركة جوال وشركة اتصالات، هذه كلها بتروح للضفة. فأنت بالآخر في عندك خلل أو تشوه في موضوع منظومة الإيرادات والنفقات كلها على مستوى قطاع غزة. المهم، مراحل إعداد الموازنة في السلطة زي ما حكينا قبل قليل، في مرحلة الإعداد والتحضير تمام، بتقدم وزارة المالية في الأول من شهر أيار مايو تمام، هيو بتقدم للجهات المختصة في الأول من شهر أيار. طبعا أيار يعني مايو، يعني شهر 5 من السنة المالية الجارية تقريبا، زي احنا الآن في شهر 2020 في 1/5، شامل لمجلس الوزراء حول الوضع المالي العام مع توقعات موضوعية لحركة الموارد والالتزامات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، والتوصيات لوضع السياسات للاستجابة للتطورات الاقتصادية المتوقعة. تبدأ دائرة الموازنة تمام على أساس المؤشرات والسياسات الخاصة مجلس الوزراء بإصدار التعميم في اليوم الأول من إيه؟ بشهر تموز. طبعا تموز يعني شهر يوليو يعني شهر 7 من السنة الجارية تمام. يبقى احنا بنبعث في 1 مايو تقرير شامل إلى مجلس الوزراء بيحكي عن الوضع الحالي والتوقعات الموضوعية.
نبدا في اصدار تعميم الموازنه في 1/7 من السنه الجاريه، يعني 1/7/2020 اذا بنحكي احنا عن موازنه السنه القادمه. يستعرض التعميم التوقعات الماليه والاقتصاديه الشامله للسنه الماليه القادمه وكذلك المؤشرات والسياسات الاقتصاديه والماليه التي حددتها السلطه. تمام، يعني بتحدثوا بشكل عام عن موضوع المؤشرات الاقتصاديه، في عندنا كورونا، في عندنا اغلاق، في عندنا عدم تحويل مقاصه من اسرائيل، في عندنا والله انخفاض في القدره الشرائيه للناس، في انخفاض في الضرائب وهكذا. واللي بناء عليها بيتم تقدير او وضع تقديرات الموازنه، كما يتضمن التعميم اسقف النفقات التي يجب على الموازنات او الوزارات المؤسسات العامه تقدير موازنتها على طول، في سقف للنفقات بنشتغل من خلالها. طبعا هام بتقوم دائره الموازنه بوضع تصنيف وتبويب وتوصيف لكل هيكل الموازنه، كل الحسابات، تفحص الحسابات، انواع الحسابات وما الى ذلك. تقوم كل دائره باعداد مشاريع موازنات الوحدات التابعه لها، كل دائره من المستوى الادنى زي ما حكينا الى المستوى ايش الاعلى، بحيث تتشكل في مجموعها مشروع الموازنه للدائره للسنه الماليه القادمه، وارفاق شرح مفصل لمين ورسم المخصصات زي ما حكيت. نبدا من الوحدات الاداريه ونشترك كل الموظفين، ونبدا نطلع بالتدريج وصولا لنعمل موازنة على مستوى الوزارة كلها، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة العدل وما إلى ذلك. ترسل الدوائر مشاريع موازنتها للوزارة في موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد من بلاغ إعلان الموازنة. كل دائرة حكومية، كل وزارة بترسل لدائرة الموازنة العامة تمام موازنتها المقترحة حسب التاريخ اللي بيتم تحديده من دائرة الموازنة العامة. المرحلة الثانية هي مرحلة المصادقة والاعتماد. هل انتبهوا شوي على التواريخ. يقدم مجلس الوزراء في الأول من تشرين الثاني، إيش تشرين الثاني؟ هو الشهر المقبل عندنا اللي هو شهر نوفمبر شهر 11 مشروع قانون الموازنة. إذا طلع شباب أنت بتبدأ تعمل تقديرات موازنة من 1/7 فعليا، 7 8 9 و10، كم شهر أخذنا؟ 4 شهور عشان تعمل تقديرات، وظل عندك شهرين من أول نوفمبر لنهاية ديسمبر عشان اعتماد المجلس التشريع. يقدم الوزير تقرير للمجلس التشريع بشأن مشروع قانون الموازنة، طبعا بتضمن السياسات المالية والمرتكزات والمبادئ اللي اشتغلوا عليها وبعض الأساسيات للمشروع الموازنة. طبعا إخواننا احنا بنسمي خطة الموازنة قبل اعتمادها اسمها مشروع الموازنة، إذا تم اعتمادها من التشريع بيصير قانون الموازنة. طبعا اخوانا المجلس التشريعي في لجنه عنده ممثلا باللجنه الماليه تمام، في اسم عنده لجنه اسمها لجنه الموازنه تمام، هذه فيه اعضاء اللي لهم تخصصات العلاقه بالاقتصاد بالمال، وطبعا هذه اللجنه ايضا فيها مستشارين من خارج التشريعي، وايضا كل عضو مجلس تشريعي له فريق من المستشارين اللي بيرجع لهم في جانب الصحه في جانب المال حسب تخصصه. طبعا هاي اللجنه لجنه الموازنه بتقوم بدراسه المشروع مع السلطة التنفيذية، زي ما حكيت بتستعين بالخبرات بالمؤهلات بأي شخص بتراه يعني مناسب انه تستعين فيه، وعشان تعمل ايش نقاش اذا في تعديلات تطلبها، توضيحات بتطلبها، نقاط مش واضحة بتستدعي وزير المالية، بتطلب لقاءات مع دائرة وهكذا تمام، عشان تعمل التقرير النهائي للجنة حول المشروع. الآن في لجنة المالية، لجنة الموازنة مطلوب يعمل تقرير، نقول انه والله الموازنة فيها 1 2 3 4 10، او انه والله الموازنة ممتازة 100% واعتمدوها كما هي، او والله لا كويسة بس عد 1 2 3 تمام. يقوم رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية التقرير، او بقدم الرئيس بتاع لجنة الموازنة التقرير من مجلس التشريع بملاحظاته بشأن ما ورد في مشروع قانون الموازنة وما ورد في تقرير الوزير لاستكمال اجراءات اقرار المشروع. زي ما حكينا الان قد يشمل التقرير لجنة الموازنة يعني أمور شكلية وتوصية بالاعتماد، أو أنه يقول لا في ملاحظات جوهرية ولازم التعديل، أو أنه يرفض كل الموازنة يطلب إيش تعديل تعديل كبير. تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة وإقراره وإصدار القانون قبل بداية السنة المالية الجديدة تمام، يعني بيكون معنا شهر 11 نوفمبر وديسمبر تمام، يعني تشرين ثاني وكانون أول، تشرين ثاني وكانون أول هو 11 و12 عشان التشريع يخلص ويعتمد. طب يا استاذ معقول بتكفوا الشهرين؟ اخوانا الشهرين فتره كويسه لكن في الغالب بكفوش تمام، بس لازم التشريع يعتمد قبل بدء السنه الماليه. طب يا استاذ السؤال، لو احنا الان بدات السنه الماليه وما عندناش موازنه، يعني التشريعي
رفض الموازنة وطلب تعديلات جوهرية ودخل في خلاف مع الحكومة، وبدأت السنة الماليه بدينا في واحد واحد. ايش نعمل؟ هذه اساس لها حل. تمام، بالحالة هذه احنا مش معقول نوقف دولة هذه. تمام، او والله عشان في خلاف بين التشريع، لا هي دولة. فبصير انه احنا نشتغل بمخصصات لفترات شهر، لحين يعني مثل بقول شهر واحد بعمل مخصص خاص فيه، شهر واحد بخلص، شهر اثنين لحين ما اعتمد الموازنة. بس اذا كيف بجيبوها المخصص لشهر واحد؟ بناء على السنة الماضية او بناء على تقديرات الموازنة المقدمة. تمام، المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ والرقابة. بعد صدور قانون الموازنة تعلن زي ما حكينا كل وزارة مخصصاتها بده ايش يشتغلوا، وبيصدروا البيانات او البلاغات المالية العامة والخاصة، وبتبدأ عملية الانفاق، وبتبدأ دورة الحياة للدولة بالحركة، من تحصيل الإيرادات من الناس، من إنفاق النفقات، من إجراء الحولات، من صرف المبالغ حسب المخصصات اللي إلها. زي ما حكينا الصرفة بيتم وفق القاعدة التالية: بيتم الإنفاق حسب المخصصات المرصودة في قانون الموازنة، طبعا بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة، وبموجب حوالات مالية بصدرها الوزير، طبعا حكينا فيها قبل قليل، للوزير المختص لصلاحيات الإنفاق من مخصصات وزارته المرصودة في قانون الموازنة العامة، وله صلاحية تفويض الصرف لأي موظف أو رئيس في وزارته، موظف رئيس في وزارته، على أن يبلغ وزير المالية بذلك خطيا. جميع المفوض بالإنفاق من مخصصات الوزارة الوزير أو من يفوض خطيا، لا يجوز الصرف من أي على أي نفقة لم يرصد لها مخصص. آه والله في عندنا نفقة لها علاقة بالتطعيم ضد وباء كورونا، طبعا الان صار انه والله في طلع لقاح او ما علاج لوباء كورونا، طبعا ما فيش بند في الموازنه. طب والحل؟ الحل هذا انه بده شغل، بدك انت تطلب من جديد عمل مخصص خاص بهذا الموضوع، لكن اذا انت ما انتبهتلوش تمام، وهذا طبعا مشكله، انه ولم ترصد له مبلغ من المال ما بتقدر تصرف، لانه فيش عليك بند موازنه. كما لا يجوز استخدام مخصصات في غير الغايه التي اعتمدت من اجلها. طبعا فجاه يقول الله احنا في عندنا مبلغ مخصص لتطعيم مثلا ضد السل للاطفال مثلا، خذوا منه، لا بنفعش. تمام، على الوزارات والمؤسسات ان توزع الاموال التي على وحدات انفاقها على اساس ما خصص لها، وتحدد التزامات الانفاق ضمن الاسقف النقديه المسموح بها. يعني انت عملت تقديرات في وزاره زي مثلا وزاره الصحه، وزاره الصحه وزاره ضخمه، وزاره التربيه والتعليم وزاره ضخمه. تمام، فبدك تصرف حسب لكل وحده ودائره ما تم تقديره لها وما تم اعتماده لها وفق الاسقف النقديه المسموح لها. طبعا هان زي ما حكينا في عندك في تقرير وبيان تفصيل بالانفاق الشهري لازم تقدمه كل وزاره. تمام، في موعد لا يتجاوز نهايه الاسبوع الاول من الشهر التالي، يعتبر الوزير المالي. طبعا اخوانا الموضوع صار الان سهل، لانه احنا هان في عندنا صار نظام محوسب، الاصل انت العمليات الماليه اول باول بتتدخل، وبالتالي كل وزاره بتقدم تقرير بتضمن انفاقها الشهري الفعلي ونسبته من المخصصات وفق النماذج اللي بتعدها الوزاره، لكن الموضوع صار سهل لانه محوسب. من المسؤول عندنا عن الرقابه على حسابات الوزاره؟ الوزير. يعتبر وزير الماليه هو المسؤول عن رقابه حسابات الوزارات والمؤسسات العامه ومعاملاتها الماليه. ليش؟ لانه كل ابو تم بموافقته، في عندك امر مالي عام، وفي عندك امر مالي خاص، وفي عندك حوالات. تمام، فهو المسؤول امام وزاره مجلس الوزراء عن هذا الكلام. لا يكون من الوزارات والمؤسسات العامه في السلطه الحق في اعاده تخصيص مخصصات الموازنه، ما ينفعش انا في بند انفاق من بند لبند اخر. تمام، ما ينفعش، مش من حقها الا بالتقيد الصارم بالتشريعات المرعيه. في بعض قانون حناخذها ان شاء الله في النظام المالي بتحكم اعاده التخصيص بين البنود الفرعيه للمخصصات. تمام، يعني مثلا في مخصص لوزاره الصحه، والله بدنا ناخذ مثلا من بند الادويه لبند المستهلكات الطبيه، ممكن، لكن في ايش؟ نظام، وباعتماد السلطه المخوله بالسماح، لان في نقاط بتحكم عملية التنقل أو المناقلة من مخصص إلى مخصص. طبعا هنا في أنظمة بتحدد محتوى فترات التقارير اللي بتقدم، في عندك تعمل تقرير مالي، تقرير نقدي، الحساب الخلاصة الشهرية اللي أخذناها قبل هيك، كل هذا بتحدد في إجراءات وضوابط بتحطها. بتعد وزارة المالية تقرير في نهاية كل ربع سنة مفصل، هي بتاخذ شهر من الوزارات، لكن هي بتعد تقرير كل ربع سنة، يعني كل 3 شهور، وبتشوف في اتجاهات حركه الايرادات والنفقات. بس ليش بيعملوا الكلام هذا؟ لانه اخواننا بدك تنتبه اذا في كان في انحرافات. تمام، عشان انت ما تطبش وتقع في مصيبه.
بمعنى إذا لقينا في عندنا مشاكل، في انحرافات في بعض النفقات، أو في خطأ في التخدير في بعض النفقات، نبدأ نحط حلول واستدراكات وعلاجات مقترحة وإجراءات تصحيحية عشان نعمل توازن مالي وما نقعش في مشاكل أثناء السنة أو خلال السنة. هذا طبعا كله بيتم وفق القانون طبعا بتاع الموازنة. تلغى المخصصات غير المستخدمة والأصل النقدية في حسابات الوزارات وقتيش؟ في 31 من شهر 12. يعني عندنا 31/12/2020 في مبالغ مش مستخدمة على طول بتلغى، نحن بنشتغل على أساس النقدي. ويدرج أي التزام غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله الأولوية، يعني في التزام ما دفعش بنحطه في السنة الجديدة. طلع وزارة المالية نظاما للتدقيق المالي الداخلي، تمام، عشان تراقب على الإنفاق ونفقات العامة ومدى التزام الوحدات فيها، وأن يتم الإنفاق وفق التشريعات المالية المرعية، ويكون للوزارة سلطة التفتيش في أي وقت على السجلات المحاسبية للإيرادات والنفقات لكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة. مين اللي بتدقق ومين بتحط نظام؟ هي وزارة المالية. احنا في عندنا ديوان لرقابة موجود الإدارية والمالية بيتبع عمل الوزارات كلها ويشرف على عملية التفتيش على الإيرادات والنفقات، وبرفع تقريره بشكل دوري عن مدى التزام الوزارات والدوائر المختلفة، بالإضافة أنه من حق التشريعي أنه يطلب تقارير شهرية، تقارير سنوية، تقارير ربع سنوية، ويسائل ويتابع الحكومة في عملها ومدى التزامها بقانون الموازنة العامة. تمام. طبعا تصدر وزارة المالية تعليمات دائمة لقفل وتحذير الحسابات الختامية، زي ما حكينا الحساب الختامي الإجراءات بتاعته وعملها بتعملها وبتصدرها وزارة المالية. اللي بعد الحسابات الموحدة على مستوى الدولة هي وزارة المالية، ولازم تقدمها إلى مجلس الوزراء في غضون 6 شهور من إقفال السنة، يعني عام 2020 الله يعطيه العافية إذا خلص مع وزارة المالية أن تعمل أو تعد الحسابات الموحدة والحساب الختامي والمركز المالي بتاع الدولة في غضون 6 شهور. تمام؟ في غضون 6 شهور، ستة شهور، مفردها شهر، يعني مذكر، فبالتالي بيكون 6 مؤنث 6 شهور من إقفال السنة المالية. بناء على زي ما حكيت الخلاصات هذه كلها بنعمل الحساب الختامي، بتقدمه وزارة المالية لمجلس الوزراء للاعتماد، وبتتبع حالته المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، كما توصل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة الإدارية المالية والإدارية. فهان التشريعي بيصلوا الحساب الختامي وبيدقق فيه وبقارنه مع قانون الموازنة اللي تم اعتماده، وبناء عليه إذا كان في مخالفات أو تجاوزات من السلطة التنفيذية بيتم محاسبتها ومراجعتها عليه، وتوجيه بعض حتى الاستفسارات والمسألات، وممكن تصل المرحلة لحد بثقة عن الحكومة إذا كان هناك عدم التزام. الخلاصة شباب في هذا الفصل الرابع إن إحنا تحدثنا فيه عن الموازنة. الموازنة باعتبارها خطة مالية، كيف الخطة هذه بتشمل، إيش الهدف منها، كيف بتم تقدير الإيرادات والنفقات فيها. ايضا متحدثنا ايضا كيف بتم اعداد الموازنه من مرحله اللي هي الاعداد الى مرحله الاعتماد الى مرحله التنفيذ والرقابه والتقييم، وشفنا انه احنا في السلطه الوطنيه الفلسطينيه في 1/5 بتعمل دراسه وزاره الماليه وتحليل المؤشرات، في 1/7 بتم اعلان بلاغ الموازنه وتبدا تتم عمليه التقديرات، في 1/11 بتم تقدير الموازنه الى المجلس التشريعي للاعتماد وبكون معه شهرين، شهر 11 و12. تمام. ولازم تكون الموازنة معتمدة مع بداية السنة، لكن لو صار تأخير بصير صرف بنسبة 1/12 من مخصصات السنة الماضية عشان نقدر نمشي لو تأخر اعتماد الموازنة. وفي نهاية السنة مطلوب يعد أو تعد وزارة المالية الحساب الختامي وتقدمه خلال 6 شهور يكون تم إعداده، وهذا بتم تقديره خلال سنة وتقديمه خلال سنة للمجلس التشريعي للمصادقة له واعتماده أو طلب توضيحات وتبريرات من الحكومة. هذه هي بشكل مجمل دورة إعداد الموازنة العامة وكل ما يتعلق بالموازنة العامة.
احنا ان شاء الله حنكون معكم في محاضرة قادمة تتحدث عن انواع الموازنات. يا استاذ، هو في انواع للموازنات؟ يا استاذ، في انواع للموازنات بتعتمد على الطريقة اللي بتستخدمها الحكومة في تقدير او في وضع موازناتها. تمام، هذا حنتحدث عليها ان شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.